شاركت وفود من فصائل فلسطينية على رأس حركة حماس والجهاد الإسلامي في مراسم تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران. وأشاد الرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بسليماني قائلا إن طريق المقاومة مستمرة. هذا ووكبت جماهير واسعة من الشعب الإيراني قوافل نعوش سليماني وأبو مهدي المهندس نائب الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما الذين اغتالتهم القوات الأمريكية فجر الجمعة وسط أجواء حداد عامة. الله أكبر. بالدموع والدعوات شيع الحشود في طهران جثامين قتل الغارات الأمريكية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. مراسم تمددت لعدة مدن عراقية وإيرانية لينتهي مسارها بعد يوم الحداد الأخير في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني. يجب على أمريكا والصهاينة أن يعلم أن استشهاد أبي قد تسبب في ازدياد اليقظة بوجدان الناس في جبهة المقاومة وسيأتي عليهم بأيام مظلمة كما وستسبب بانهيار أسس المغشة. الموت لأمريكا والموت لإسرائيل شعارات على صداها مع تصاعد الأعلام الحمراء داخل الحشود الإيرانية المشيعة. يأتي هذا وسط مشاركة فلسطينية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس. يأتي ذلك بعد توعد إيراني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة والبدء بإجراءات إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.